مرحبا بكم عشاق الأكل الصحي. اليوم هنعمل رقائق البطاطا المقرمشة بدون أي نوع دهون. يلا على الوصفة. تغسل البطاطا ونقطعها بأي أداة متوفرة عنا، المهم تكون 1 ملي مثل هيك. نغليها لمدة دقيقتين، نخليها تغلي، نضعها بالماء البارد حتى تبرد تماما. بنجفف بورق المطبخ أو قطعة قماش نظيفة. نوع التوابل هي اختياري، ممكن نوضع بصل بودرة، فلفل أسمر، بابريكا، ملح، هذا اختياري. تشغيل الفرن من الأعلى والأسفل 180 درجة مئوية. نوضعها بالرف الأوسط لمدة 20 دقيقة، يجب مراقبتها. من الممكن أيضا صنع رقائق البطاطا بالميكرويف لمدة 10 دقائق، أيضا يجب مراقبتها. نتركها حتى تبرد تماما، وهذا من الميكرويف نفس النتيجة حسب المتوفر عندكم. زي ما انتم شايفين كتير هي هشة وكتير روعة، وهي صحية للأطفال وللعائلة. كتير هي روعة وصحية. في أمان الله.